من شهرين، وكلما جاءت مطالبهم ولبيناها ارتفع سقف المطالب مرة أخرى. يعني إحنا لما بنلبي هذه المتطلبات مش من ضعف، إحنا نتجنب إقلاق أمن الوطن، نتجنب عدم إراقة الدماء وإزهاق الأنفس، مش ضعف. هم يعرفون منو علي عبد الله صالح، حق المعرفة حق المعرفة يعرفون منه. إذا ما نوقف ونثبت الآن ولا زلنا في ظل شرعية دستورية وتتماسكوا وتتحملوا مسؤولية، نعم اسهروا الليالي وتعبوا في النهار من أجل مصلحة البلد، أما نخزن ونكيف ونصدر بيانات ونحلل ونقدم مقترحات. عندي والله ملان المكتب حقي، ملان مقترحات ولا مقترحات، كل أحد يخزن وعنده كيف، كيف يعني يعتقد أنه رأيه هو الصائب، رأيه هو الصائب والثاني ما يفهمه. قدمنا الحلول وافقنا لهم على النقاط الثمن حق العلماء، على عدم التوريث والتمديد في مجلس النواب، تشكيل حكومة وحدة وطنية، إعادة صياغة الدستور على أساس نظام برلماني، تشكيل لجنة عليا موافقين. لا رافضين هذا الكلام كله. تعال شكل لجنة عليا للانتخابات، تعال نعدل الدستور، تعال نشكل حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق وطني تدير العملية الانتخابية، وتعال نثير إلى صندوق الاقتراع، تعال ممكن ندعي إلى انتخابات مبكرة للرئاسة وللبرلمان، تعال. المهم نجنب الناس إراقة الدم، نجنب الناس الفتنة، إذا صارت فتنة لن تتلفلف، لا أحد يعتقد أنها بتعود كما كانت عليه. إذا صارت فتنة 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 هتكون فتنة قبلية طائفية مناطقية كل شيء. هذا الزخم الذي ينتو فيه، الزخم الديمقراطي، الزخم الاقتصادي الذي حدث، الزخم الثقافي لن يعود. الديمقراطية هم رفضوها، رافضين للديمقراطية، رافضين، ويقدموا أنفسهم في المنطقة أن الديمقراطية فوضى، أن الديمقراطية أهو بنفع ثمنها، لا يريدوا ديمقراطية. طيب فسس ديمقراطية، تعالوا نتفق احنا وانتو كيف نعمل وفاق وطني، جبهة وطنية عريضة تضم كل القوى السياسية، وهذا أساسها اتفاق طرابلس. اتفاق طرابلس من ضمن اتفاق طرابلس هو إنشاء تنظيم سياسي موحد. اليمن ما تحمل التعددية، لكن نعمل جبهة وطنية عريضة، تعالوا نشرككم في السلطة، لا تقولوش من المؤتمر محتكر السلطة، تعالوا نشكل حكومة، نعدل الدستور، نعدل مادة مواد دستورية، إذا ما تسوش التعددية السياسية ما تسوها، ترفضوها الأغلبية دحين، يعني مش الرئيس والهدف، الهدف الأغلبية. كم أصوات في 2006 حصدها الرئيس مع السلطة المحلية، كم حصدوا؟ هذه جابت لهم الجناء. طيب ما نشتش نقصيكم من السلطة، تعالوا معنا على السلطة، تعالوا نبحث مع فنيين ومع قانونيين كيف نعدل الدستور، وبحيث ان احنا نعمل شراكة كاملة، لا احد يقصي حد ولا احد يبعد حد، ما دام التعددية ما امنتوش، انتوا اقلية ما احترمتوش الاغلبية. طيب انت معتصم امام الجامعة من 1500 لا 2000 لا 10 لا 20 لا 25، صلوا يوم الجمعة، تتجمعوا من كل حدب وصوب على الباصات على السيارات على كذا، وتجمعتوا وقلتوا هلا المعتصمين، احنا بنخرج 2 مليون في تعز، في الحديدة، في حجة، في اب، في البيضاء، في حضرموت، يعني بنخرج بالملايين. لا، هؤلاء أقلية، لازم هم يفرضوا رأيهم على الأغلبية. طيب احترموا الأغلبية. طيب موافقين، تعالوا ابتعدوا عن العنف، واحد، إنه هو حالة التمرد،
إنها هو حالة التقطع، حالة التمرد والتقطع في المناطق، عدم الاعتداء على الشرطة، عدم الاعتداء على الجيش. تعالوا على نتفق على حكومة وفاق وطني وعلى تشكيل لجنة سياسية لإعادة صياغة الدستور. إذا ما أنتم راضين بالديمقراطية والتعددية الحزبية، تعالوا ما عندنا مشكلة، تعالوا نعيد صياغة الدستور، نعمل زي ما تحدث الجبهة الوطنية العريضة. تعالوا كيف نجنب الوطن إراقة الدم، كيف نعيد إلى الطمأنينة في نفوس الأطفال والنساء والرجال.